السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي المتابعين في كل مكان. هتناقش مع حضراتكم الحقيقة امبارح في جلسات محاكمة المتهمين، وحقيقة إن المحامي وعد المتهمين بإنه هو هيبرأهم، واستفزاز المحامين وشكل المحامي الخاص بالدكتور ولاء وهما بيتحكموا في تهمة إيه بالظبط، وهل هي قضية بلطجة واحتجاز بدون حق، ولا الموضوع هيضاف عليه تهمة القتل العام. لكن كل أملنا إن شاء الله خير، وعشان كده بقول لكم تابعوني بعد الفاصل. مهم قوي حضراتكم تدعموا باشتراك للقناة وتفعيل زر الجرس واللايك المهم. لما نبدأ كده نذكر الله ونصلي على النبي، وتابعوني بعد الفاصل. تعالوا نعرف ايه اللي حصل امبارح في المحكمة، ايه التفاصيل الجديدة اللي يمكن مفيش كتير قالها واتكلم عليها. هتكلم مع حضراتكم عن كل التفاصيل اللي في القضية. النهاردة المحاكمة بتبدأ الجلسة الاولى في القضية رقمها 21739 لسنة 22 جنايات اسم شرطة حلوان، والمقيدة برقم 48 لسنة 22 اسم شرطة حلوان. واختصار لكل ده فهي قضية الدكتور ولاء زايد. أما عن أهم المشاهد اللي حصلت في الجلسة الأولى النهاردة واللي هنتكلم فيها مع بعض، أولها إن أسرة الدكتور ولاء زايد حضرت بدري جدا في المحكمة، واستنت حضور المتهمين قدام المحكمة. ومع بداية المحاكمة انهارت والدة الدكتور ولاء وقالت للمحكمة هاتولي حق ابني، ده أنا ماليش غيره، خد بالك بقى من رد المحكمة. سيادة المستشار القاضي علاء شوقي قال للأم أنا مقدر ظروفك، لكن إحنا مش بننظر قضية قتل، والحقيقة أنا هنا يمكن بدأت أقلق، ولكن عشمي في القضاء وفي ربنا كبير جدا قبل القضاء لطلبات الدفاع وتغيير القيد والوصف. كمان الحاجة ملوك كانت بتتكلم عن دكتور ولاء في المحكمة على كرسي متحرك، وانهارت هي كمان وطلبت بإعدام المتهمين اللي حرموها من أعز ما عندها. قالت كمان الأم إن المجني عليه كان بيبعت لزوجته 40,000 جنيه مصاريف كل شهر، وكانت بتصرفها على عشائها. حضرت أخته وكمان حضرت زوجته التانية اللي برضو كانت حالتها صعبة جدا. يمكن أفضل لحظة في المحاكمة هي المتهمين جم ودخلوا قفص الاتهام، هما كمان كانوا لابسين كمامات، وأعتقد هنا إنها كانت للتخفي، لكن نظراتهم كانت مليانة خوف، والسبعة اتحطوا في قفص واحد، وما حصلش من أهل الدكتور ولا أي تعدي على المتهمين داخل القفص، لا بالقول ولا باللفظ ولا بالفعل. كمان الجلسة ابتدت متأخر، هي كانت في الرول بدري، لكن افتتاح القضايا اتأخر، وكان المفروض القضية تبدأ 12 لكن بدأت 1:30، والحقيقة كان في منع في التصوير. الجلسة كمان كانت زحمة جدا، وكان فيها عدد كبير جدا من المحامين، وده اللي خلى المستشار نشأت عبد العليم يطلب من المحكمة التأكد من هوية المحامين وسلامة كرنيهاتهم وعلاقتهم بالنقابة، وحال ما إذا كانوا فعلا مسجلين في النقابة أو مشطوبين، وأكيد مش هيقول كده ارتجالا. وده خلى المحكمة تخرج قرار بإن أي محامي في القضية لازم يصور كرنيه النقابة بتاعه ويحطه داخل المحكمة. في الجلسة كمان حصل خناقة كبيرة جدا بين المحامين وبعض، وكانت هتوصل لخناق بالإيد، وبسببها رفع القاضي علاء شوقي الجلسة من غير حتى ما يقول رفعت الجلسة. وبنسجل كمان إنه حصل اعتراض من المستشار نشأت على سرعة التحقيقات، وقال إن النيابة سلقت القضية، وإن القضية خلصت في وقت قليل جدا، وتقديمها للمحكمة قبل استكمال كل جوانب التحقيق وقبل ما ياخدوا فرصتهم في إثبات القتل العمد. وإحنا هنا بنقول كمان إن النيابة سجلت اعتراضها على جملة سلقة القضية. كمان أكد كل محامين المتهمين إننا مش بنترافع في قضية قتل، مفيش قتل في القضية، وإن أهل المجني عليها معتقدين إنها قضية قتل. وبصراحة محامين المتهمين كانوا مستفزين جدا النهاردة، وفي واحد منهم كان بيقول للمتهمين من ورا القفص
انا هطلعكم براءه، انا هطلعكم براءه على مسؤوليتي الشخصيه. سؤالي ليك، هتطلعوا ازاي براءه؟ بعد رفع الجلسه خرج المحامين وعاوزكم تفضلوا معايا لحد نهايه الحلقه، وكان من بينهم محامي الاربع متهمين الاوائل وهم رماء وابوها واخواتها، واللي كان مستفز جدا في كلامه وقال ان القضيه مبنيه على مزاعم واقوال كاذبه كذبتها الطبيبه الشرعيه، وسب المحامي فولاء الله يرحمه وقال انه ضعيف وانه راح رمى نفسه لانه ضعيف نفسيا. معرفش انت ايه اللي معاك يثبت ان هو عنده مشاكل نفسيه، وان هي يقصد رماء ونزلت من السعوديه عملت صيدليه من جيبها الخاص وبشهاده حماتها وشغلتها نجاحها، وانها في غيابها صانت نفسها وحمت ابنها، ونفاجئ ان في كلام عن علاقات عاطفيه مع الدكتوره وهي ناجحه ومتفوقه، وبيتهموها ويتهموا اهلها ان الموضوع كان عباره عن اجتماع عائلي لفض مشاكل اسريه، وكلهم اطباء ومهندسين. اسمع ارائكم في التعليقات بعد ما تصلوا على النبي وتعملوا اللايك. والاب راجل 70 سنه ودكتور رمى، محدش فيهم عليه سابقه واحده ولو حتى تهمه بسيطه في المرور، يقوموا يتهموهم كذب، ونفاجئ بزعم انهم متهمين بالقتل وده كذب. دي كانت مشكلة عائلية زيهم زي أي بيت مصري، واللي حصل مجرد نزاع بسبب إنه اتجوز وفي الخفاء من واحدة تانية، وفضل مصمم على الاحتفاظ بالزوجة ورفض تطليقها وأجبرها على العيشة معاه بالإكراه. اتسأل المحامي إن الورق إن ليه علاقة آثمة بين المتهمة في التحريات رماء وبين المتهم السادس محمد عصام، فهل تفسير حضرتك ايه عن الموضوع ده؟ اتجوز خلسة وفي الخفاء من واحدة تانية، وفضل المصمم على الاحتفاظ بالزوجة ورفض تطليقها واجبرها على المعيشة معاه بالاكراه. يا سلام عليك، كنت مفتري يا دكتور ولاء. اتسأل المحامي ان الورق بيثبت انه على علاقة اثمة بين المتهمة رماء وبين المتهم السادس محمد عصام، فهل من حقه يحضر مشكلة عائلية؟ فالمحامي قال إن التحريات مش دليل، وده غلط الضابط في التحريات، وكم من تحريات طلعت كذب، وإن مفيش أي أحاديث بين المتهم وبين أي حد، مفيش غير مكالمة متهم مع سواق الأوبر وخلافهم كان على سلسلة فضل، وإنه معاه تسجيلات لأسبوعين من المكالمات للمتهمة مع أهلها كلها عن تعزيز علاقتها بجوزها. وإنتوا يقصد إحنا كإعلاميين قصيت المكالمات وجبتوا مكالمة أوبر بس، وقال إن السؤال اللي المفروض يتسأل هو ليه المجني عليه انضحك. أما محامي محمد عصام فقدم تعزيل الأسرة، وبخصوص علاقة موكله مع المتهمة الأولى قال حاشا لله أن نقذف المحصنات، والموكل أن نطلب منه يحضر مع راجل مسن وطلبه تحت السن، والمحكمة قالت إننا مش في قضية قتل عمد. محامين المتهمين كمان قالوا احنا كنا جاهزين بالمرافعة لكن المحكمة هي اللي أجلت. أما الطلبات اللي هنبدأ بيها فهي طلبات محامين المتهمين، وكان حضور شهود الإثبات منهم عماد عبد الله، حضور محرر محضر التحريات. أما عن المدعين بالحق المدني فكانت طلباتهم تعديل القيد والوصف وضم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للقضية. كمان طلب المحامي بالحق المدني مبلغ 500,000 وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت، وده كان سبب في خناقة حصلت تاني جوه قاعة المحكمة، لأن المحامين المتهمين قالوا إن مفيش إعلام وراثة، وإن المتهمة الأولى من الورثة، وإن شهادة الوفاة بتاعة الدكتور ولاء مكتوب فيها جاري البحث في خانة سبب الوفاة. هنا أنا ليا تعقيب. أولا موضوع إنه بيتكتب في شهادة الوفاة إنه جاري البحث عن سبب الوفاة، فده إلى حد ما كويس، يعني وقفنا على إنه مش انتحار وكمان مش قتل. لكن النقطة اللي تحرق الدم هي إن رماء من الورثة، يعني اللي هو إزاي؟ أنا عاوز أفهم. حتى لو المحكمة قالت إنه انتحار مش قتل، ما هما السبب في انتحاره لو كان انتحار هي اللي تسببت في موته، ازاي تورثه؟ ده كمان هيترتب عليه انها هتاخد يونس. فانا بصراحة دم بيغلي من النقطة دي، لكن لا اعتراض ولا اي كلام على منصة القضاء،
باقي الطلبات كانت ضم ملف الاجراءات بالطب الشرعي للقضيه واحالته للجنه خماسيه من اساتذه الطب الشرعي. وهنا ما قالش لجنه ثلاثيه عشان خاطر دكتوره بنسيه موجوده فيه، عشان لو بقوا اتنين ما يحكموش بالموضوع يبقى زي ما هم قالوا. هنيجي بقى لحاجه مهمه وهي مذكره النيابه. النيابه قالت في مذكرتها ان المتهمين اقتحموا بيت المجني عليه بايعاز من الزوجه المتهمه الاولى رماه، وهددوا المجني عليه وارعبوه وهددوه امنه وسلامته وعرضوا حياته للخطر، وانهم متهمين باحتجاز المجني عليه وتعذيبه بتوثيقه والتعدى عليه بالضرب بالايد والعصا الخشبيه. وانا مش عارف كلمه توثيقه هنا بتدل على ربطه بالحبل ولا يقصدوا التكتيب بالايد. بتكمل النيابه وبتقول انهم اصابوا المجني عليه بعده اصابات، واستشهدت النيابه بشهاده 8 شهود وباعتراف 6 من المتهمين، غير رسائل الاستغاثات اللي بعتها المجني عليه، ده غير رسائل المتهمين بينهم وبين بعض. لكن برضه في نقطه مهمه جت في مذكره النيابه، وهي زوال شبهة القتل العمد في حق المتهمين، وده اللي هيشتغل عليه هيئة الدفاع بالحق المدني الدكتور نشأة. في النهاية رفعت المحكمة الجلسة، لكن بعد فترة رجعوا القضاء وقررت محكمة الجنايات القاهرة بالتجمع الخامس تأجيل جلسات محاكمة السبع متهمين باحتجاز وتعذيب الدكتور ولاء زايد لجلسة 18 ديسمبر القادم لسماع الشهود. وهنا بقول لحد هنا وخلصت حلقتنا. أتمنى أكون ضيف خفيف عليكم، أتمنى أكون اتوفقت في عرض نقل صورة المحاكمة بكل ما فيها لحضراتكم. أوعدكم بتقديم كل الجديد في القضية دي وغيرها من القضايا، وأسيبكم في أمان الله، ونتقابل بكرة بإذن الله مع دعواتي ليكم بكل الخير. كان معاكم أخوكم أحمد الحكيم. سلام.